سلام لبنان، ان شاء الله تكونوا بخير. ان شاء الله جوزتوا هاد السمانه كامل بخير. الوغ اليوم جبت لكم الموضوع تاعنا على اللي تعاني من الخطوط الحمراء، وكامل السيدات تعاني من هذوك الخطوط الحمراء نتيجه الحمل، نتيجه سمنه زايده، عندها بزاف بزاف نتائج. اليوم راني حنهضر لكم شويه سي كوا هاد الخطوط الحمراء من مش تجي. هاد الخطوط الحمراء تجي اللي عندهم تكون مشيانه وسمنت عندها شويه، تكون زادت من البوا تاعها، يجوها كثرتها في الرجلين ويجوها كثرتها في اليدين. وهذوك الخطوط نتيجة ديلكم كومبلكس ولا ديلكم جو هكا تحشمو بها سيختو في العرس، مقدوش تلبسو حاجات واش تحبوهم لي غوبيتو. راني جبت لكم هاد المنتج السحري البنات، مانيش ندير لابوب مي فغيمون عجبني. كاين زوج منتجات، زيت جوز الهند كيما هنا، كاين اللي حبت تشري الزيت، وكاين اللي حبت تشري كيما هاد لابواد هاديك البلارة فيها جو نوات كوكو اوريجينال، تقدري تشري نوات كوكو. وانا المنتج اللي عجبني واللي راني نستعمل فيه هو هذيك البلاره. هذيك البلاره كي تفتحيها تلقاي حاجه بيضاء، وهذيك الحاجه البيضاء هو الجوز الهند، وتلقايها مزيته، غير ديريها في يدك تدوب تمتم. كاين كونتر فاسون، كاين اوريجينال. كيفاش تعرفي الاوريجينال؟ تشوفيها من ريحته، وتاني تشوفيها غير ديري في يدك يدوب. شوفوا البنات كيفاش طريقة الاستعمال تاعو، بزاف بزاف سهلة. برك البنات حبيت نقول تاني للمرأة الحامل في الأشهر تاعها الأولى، عبالكم باللي أنا وصرات لي سبحان الله، ما كنتش جو غير تلحقي الساتيام موا تبدا كرشك تتفت، جو كرشك تبدا تتشرك كيما حنا نقولوا بالعاميه. نتيجه يبدا البيبي يكبر بزاف في كرشك، سكيلفي تبدا كرشك تترتق. هي مع الاول انا كي شتروحي قلت كرشي نورمال ما صالها والو، مي بدا من 6 موا لا فان 6 موا، بدات 7 موا كرشي كاتاستروف ولات. واش درت؟ بديت ندير هاد هدايا جوز الهند كل يوم في الليل قبل ما ترقدي. وانا ما كنتش ندير كل يوم في الليل، كنت ندير خطره خطره، ومن بعد كي وليت نشوف الحاله ولات كاتاستروف، وليت ماشي غير كل يوم، وليت كل دقيقه كل دقيقه ندير، كل دقيقه باش نطفى لي شويه. تاني البنات انا ننصحكم اللي راهي بالحمل، انا ننصحك ماشي من ساتيام موا تبدايه، ما غير تبدا كرشك تخرج، غير نقولوا 3 موا للفوق. انا نقول لك نصيحه، تبدايه من نهار تولدي تلقاي كرشك ما فيها حتى تشققات وما فيها حتى دوك لي فيرجيتور. كملنا البنات من المرأة الحامل، نروحوا للبنات اللي سمانو اللي كانوا مشيانات وسمانو. هذيك السمانه تجيهم خطوط حمراء، عبالكم البنات لو كان تعالجوهم كي يكونوا حمورة تكون الطريقة فعالة. على إذا تبدلت لاكولوغ تاعهم ولاو كيما لاكولوغ تاع اللحم تاعكم كيما تاع اللابو تاعكم، تكون نتيجة شوية جو على تكون ماشي كيما يكونوا حمورة. أنا نقول ونعاود، كي يكونوا حمورة تكون الفعالية إفيكاس، يعني في السمانة تقدر يروحوا لك. شوفوا كيما راني وريت لكم في البلارة هنايا، يكون بيض جاي هكا، وغير ديري في يدك يدوب تمتم. أنا نقول ونعاود، الخطوط الحمراء إذا كانت حمراء تقدري تعالجيها ويروحوا لك، مي إذا راحوا لك هذيك الحمورية شوية تعاني، يعني جوغ يولو دي سيكاتريس في الكرش ولا في الرجلين، هنا تكون جوغ في بلاصة هاد الوصفة ديريها شهر. إذا كانت طولوا لك تولي ديريها في الشهرين حتى 3 شهور.
انا نقول لك عالجيهم كي يكونوا حموره خير، وتكون النتيجه مبهره عن تجربه. البنات بزاف بزاف نساء كي يعانيوا من الخطوط الحمراء، كثرتها في اليدين، كاين حتى تشققات في الصدر تجيهم تانيت. المهم انتو كثروا الكغا، هذاك الكغا واش يدير؟ يشرب لابو. على تكون بدات تشقق باسكو هادوك لي فيسور تاع لابو ما يكونش فيهم الزيت، يكونوا ناشفين. انت واش تروحي ديري؟ كل يوم تشربيهم، كل يوم تشربيهم تشربيهم، حتى هذيك الجهه اللي يكون فيها التشقق تتعمر. كي تتعمر تولي ما تبانش. البنات هذا المنتج تاع زيت جوز الهند، اللي ما عندها زيت جوز الهند تقدر دير زيت الزيتون، بصح انا ننصحكم بزيت جوز الهند. وكاين بزاف البنات اللي نشوفهم في الانترنت يديروا زيت جوز الهند في الليل، ويديروا هذاك بابي فيلم هذاك اللي يطيبوا به، ويغطوا كامل على كرشهم ويخلوها بيان تعرقيت، او ميم طون دخل الكرش، او ميم طون راهي تنحي هذوك الخطوط الحمراء اللي تعاني منها كل مرأة وكل وحدة، حتى للرجال ماشي غير للنساء، هذوك الخطوط الحمراء الناس كامل تعاني منهم. مي هذه طريقة فعالة ومجربة، كل يوم قبل ما ترقدي تدهني روحك بهذا زيت جوز الهند يا هذاك في البلارة. وعن تجربة تكون مبهرة. وباش نزيد نضيف لكم، شتو القشور تاع البنان، شتو باش تنحلكم هذيك الحمورية، تحكموا شوية قشور البنان، وانتو او ميم طون راكو دهنتو تزيدي تدهني على كرشك قشور البنان باش تنحلك هذيك الكحولية وتنحلك كامل الخطوط الحمراء. وهذه وصفة، هذه وصفة تاع جدتي هي اللي قالتها لي تاع قشور البنان، فريمون فريمون مجربة. وما تنساوش البنات المرأة الحامل ديرها، باسكو لازم لازم باش نهار تولد ما تكونش كرشها مخسرة. البنات انا خليكم، ان شاء الله تكون هاد الفيديو عجبتكم وفادتكم. ما تنساونيش ديروا لي لي كومونتير باش نتواصل معاكم، فعلوا الجرس باش يلحقكم كل جديد. والبنات تفعلوا شويه في القناه، انا دائما راني نجيب لكم الجديد، سيلفو بلي تفعلوا باش هكا تعطوني معنويات نزيد نخدم اكثر اكثر ونجيب لكم كل حاجه جديده. سلام متعلي.